دكتورة ميسم صباح النور وأهلا وسهلا بحضرتك معنا. صباح الورد لإلك سارة ولكل مشاهدينا الكرام. يسعد صباحك وشكرا لحضورك معنا. بداية دكتور، أسئلتنا اليوم كثيرة عن هذا الموضوع، ولكن دعينا نبدأها باختصار لنعرف ما هي وظائف الكبد في جسم الإنسان. نعم، شكرا سارة. حقيقة الكبد كما ذكرتي هو أكبر الأعضاء في الجسم، يقع في اليمين في البطن في الجهة العليا. له وظائف كثيرة، أهمها تصفية الدم من سموم الجسم الكثيرة، وأشهرها مادة البيلروبين، مادة الصفراء التي تنتج عن تكسر خلايا الدم الحمراء، وهو أيضا يغسل مواد اليوريا، وهو منتج لكثير من البروتينات الضرورية في الجسم، وأهمها الألبومين اللي بيحافظ على الضغط داخل الأوعية الدموية بحيث أن السوائل تبقى داخل الأوعية ولا ترشح للخارج، وهو ينتج عناصر التخثر والعوامل التي تحافظ على أن يكون الدم له درجة معينة من التخثر. والكبد يتأثر بشدة لأنه تمر عليه أكبر نسبة من الدماء اللي يتم غسلها في الجسم. نعم. يعني نسبة كبيرة من دمنا بتمر على الكبد لتتنقى وبتخرج منه. طيب دكتورة، هو المنقي، هو فلتر الجسم إذا فهمت من حضرتك صحيح، يقوم بكثير من الوظائف الحيوية التي تساعد الجسم على القيام بوظائفه بطريقة جيدة، ولكن ما الذي يدفع الكبد إلى التوقف عن أداء هذه الوظيفة؟ ما هي المشاكل التي تحدث معه فيتأثر أداؤه؟ صحيح، الكبد له بالبداية يعني أمراض قد تصيبه بصورة خاصة، أمراض تصيب الكبد، وأيضا هو كعضو كبير وتأتيه دماء كثيرة من جسمنا ومن الدورة الدموية، يتأثر ببقية الأمراض التي تصيب الجسم بشكل عام. فله أمراضه الخاصة وهي موضوعنا لهذا اليوم. تبدأ من تشحم الكبد الذي نراه بصورة كبيرة جدا ويوميا بكافة العيادات، وننتقل إلى فيروسات الكبد الوبائية. وهون حلو نحكي أنه ب 28/7 كان اليوم العالمي لأمراض الكبد الوبائية، وهو هذه الأمراض بعضها يكون حاد وبعضها يكون مزمن. وعندما نذكر أن المرض مزمن، يعني مع الوقت إن لم يتم علاجه قادر أن يتحول إلى تليف ومن ثم تشمع الكبد. لا ننسى السميات وعلى رأسها الكحول، ولكن أيضا العلاجات الكثيرة التي يأخذها الإنسان أحيانا بداعي طبي وأحيانا بدواعي غير طبية، مثل الأعشاب والعلاجات اللي بيستعملوها الناس بصورة خاصة بدون ما يسألوا الأطباء واستشارة الطبيب، مثل الأعشاب للتنحيف ولعلاج بعض الأمراض بصورة خاطئة دون دراية علمية. إذن العديد نتذكر إصابة الكبد بأمراض مناعية، يعني من العديد من الأمراض، عندنا الأمراض المناعية، عندنا الأورام، عندنا الأمراض الكثيرة التي تصيبه بسبب مثلا تعرض لكيماوي، بسبب أمراض أخرى موروثة بتخزين الحديد وتخزين النحاس، وكثير من الأمراض التي نسمع بها الناس لا تميز لماذا المريض عنده الكبد وتظن أنه دائما عنده فيروس ومعدي. هي حقيقة أمراض كثيرة وليست معدية باستثناء أمراض الفيروسات الكبدية. نعم، إذن أمراض كثيرة تصيب الكبد ولمسببات مختلفة، بعض منها يصيب الكبد مباشرة وبعض الآخر يؤثر على أعضاء أخرى في الجسم ولكن ينتقل تأثيره على الكبد. اليوم دعينا نخصص حديثنا عن تشمع الكبد أو تشحم الكبد كما ذكرت دكتور. ما هي هنا الأعراض؟ يعني أخبرينا عن العلامات التحذيرية التي يجب التنبه إليها في هذا الأمر، أو أخبرينا أكثر عن هذه الحالة. تشمع الكبد ما هو؟ نعم، لسوء الحظ أن أمراض الكبد المزمنة أكثرها يكون أحيانا صامت وبدون أعراض، مما أحيانا يجعلنا نرى المرضى في المراحل المتقدمة وهي مراحل التشمع. والمقصود بالتشمع هو تحول خلايا الكبد إلى خلايا فيها ندب، والندب
تفقد خلية الكبد قدرتها على القيام بوظيفتها. الكبد قادر على البقاء بالعمل ب 20% من خلاياه الجيدة، أما إذا زادت نسبة الخلل لتشمل أكثر من 80% وبالتالي ندب بأغلب الكبد، فهذا سيعطي أعراض كثيرة إذا ما لاحظنا أنه تأتي إلى العيادات أو إلى الطوارئ مرضى هذه الحالات، إما بنزيف بسبب دوالي المريء، إما بانتفاخ البطن وألم بسبب الاستسقاء في البطن ووجود ماء داخل جوف البطن وقد يلتهب هذا الماء. قد يأتون أحيانا بغيبوبة كبدية، أي أن المريض يأتي أهله يلاحظون بأنه بدأ يفقد وعيه، لا يعرف أين هو المكان والزمان والأشخاص، وأحيانا قد يذهب في غيبوبة. قد يأتوا بإصفرار شديد بالعينين ويلحظه المحيطون أو المريض نفسه، وأحيانا لا سمح الله في المراحل المتقدمة جدا قد يأتي المريض بسرطان الكبد بسبب التشمع أو بسبب المرض الأصلي الذي أصاب الكبد وانتهى بالتشمع. نعم، من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بتشمع الكبد دكتور؟ يعني الأطفال مثلا هل يمكن أن يصابوا به؟ حقيقة أي مرض كبدي مزمن قد ينتهي مع الوقت بتشمع الكبد بكل الأمراض التي ذكرناها سابقا والتي قد تصيب الكبد. هدول المرضى ممكن يبلشوا يجوا بتعب، بإرهاق، بتغير بلون بشرتهم إلى أغمق، قد يأتوا أحيانا بفقدان الشهية، قد يأتوا بفقدان الوزن، وتتغير إنجازاتهم خلال اليوم. هدول مرضى شحوم الكبد قد ينتهوا بتشمع، الفيروسات، المناعي، كل الأمراض تعرضهم سابقا لعلاجات معينة لمدة طويلة قد ينتهوا بالتليف كمرحلة أولى والتشمع كمرحلة نهائية. فبالتالي كل مريض كبد يجب أن يحافظ على المتابعة الدورية عند الطبيب لمحاولة الكشف المبكر عن التشمع، أو إذا تم علاج هذه الأمراض في مراحل مبكرة نمنع التشمع، لأننا في مرحلة الشحوم الكبدية مثلا ومراحل التليف بغض النظر عن السبب نكون قادرين بالعلاج على عكس الصورة المرضية إلى الطبيعي ومنع التدهور نحو التشمع إذا ما تم الكشف مبكرا عن هذه المراحل. وإذا وصلنا إلى التشمع دكتور، ما مدى خطورة التشمع إذا لم تتم معالجته؟ هل ممكن أن نقول أنه مرض قاتل؟ وأخبرينا عن العلاجات. هلا حقيقة بس أعلق، نعم أعلق أولا على الأطفال، إذا ولدوا بمرض التليف الموروث مع الوقت يأتون بتشمع بعمر صغير، وإذا أخذوا فيروسات الكبد الوبائية من الوالدة خلال عملية الولادة قد لا يأخذهم أكثر من 10 إلى 15 عام لينتهوا بتشمع. هلأ التشمع إذا وصلنا له عندنا مرحلتين، عندنا تشمع مسيطر على الوظائف وتشمع غير مسيطر منقول عليه compensated cirrhosis و decompensated cirrhosis. التشمع المسيطر عليه يمكن الوقاية من الأذى الطويل المدى على الكبد من خلال الفحوصات الدورية، إعطاء العلاجات، منع الدوالي النزف من خلال إعطاء الأدوية خاصة تخفف ضغط الشريان البابي، المحافظة على أن تكون المعدة تفرغ باستمرار والغياب الإسهال والإمساك، عدم أخذ أي علاجات لأي أمراض أخرى بدون مشورة الطبيب، وأخذ سكريات لأن الكبد هو المخزن للسكر بجسمنا، وإذا تعطل تصبح فرص نقص السكر عالية جدا. وبالتالي يمكن بالمتابعة الطبية أن نأخر اللجوء إلى الإجراءات المتقدمة مثل زراعة الكبد أو غسل الاستسقاء أو عمل شبكة تصل الوريد البابي بأوردة ثانية في الجسم لتصفية السوائل. زراعة الكبد موجودة وهي جيدة، وممكن أخذ جزء من كبد شخص على قيد الحياة بصحة جيدة قريب للمريض يعطي، وأحيانا يتم الأخذ من التبرع بالأعضاء لمتوفين الموت الدماغي ويأخذ علاجات ويعود العمل جيدا
جيد عند هؤلاء الناس بالتزامهم بالعلاجات. ممتاز، هذا خبر جيد جدا. ولكن دكتور، سؤالي الأخير هنا، لكاد لا نتابع أو نطالع صفحات وسائل التواصل الاجتماعي أو الصفحات التي تعطي نصائح، وإلا ونجد خلطة ومشروب لتنظيف الكبد ويعمل ديتوكس ويفعل هذا وذاك. هذه المشروبات هل هي فعلا تنظف الكبد؟ هل يمكن الاعتماد عليها؟ أخبرين عنها أكثر باختصار لو سمحت معي دقيقة. حقيقة لا، يعني يجب استشارة الطبيب، لأنه عندما يصبح الكبد متشمع فقط بحاجة إلى العلاجات التي يصفها الطبيب. قبل ذلك في حالات السميات، إيقاف العلاج الضار، التوقف عن الكحول، تنزيل وزن الجسم لمنع شحوم الكبد، أخذ الأكل السليم وعمل الرياضة السليمة، شرب الماء كافي. يقال في ناس يروج للملك ثسل، وهو حقيقة بالعلم إن لم يضر فإنه لن ينفع شيء زيادة عن الوضع الطبيعي، وتبقى القهوة من الأشياء المثبتة بأنها قد تساعد بالمراحل الأولية، بمراحل التليف، ببدايات أمراض الكبد وليس في التشمع. وعندما نصل للتشمع يكون فقط أن نحمي كبدنا من إساءة أكثر من خلال أدوية أخرى أو التعرض للسميات أو عدم ديرة البال على ضبط السكر والدهنيات والأمراض المزمنة، وبالتالي الرياضة تبقى والحمية الغذائية السليمة هي فقط المساعد الأول والأخير. شكرا جزيلا لك، الاستشارية في الأمراض الباطنية وأمراض الجهاز الهضمي والكبد دكتورة ميسم معكروش، كنت معنا مباشرة من عمان. شكرا على كل هذه المعلومات القيمة. شكرا لكم، يعطيكم العافية، نهارك سعيد. مشاهدينا ننتقل معكم إلى